نيجي نتكلم عن الاكل الصحي والاكل الغير صحي. الاكل الصحي والاكل الغير ايه؟ صحي. يا ميس يا ميس صحي يا ميس. الصحي ده يكيش ما بيوجعش سنانا، ما بيوجعش مين؟ بطننا. زي ايه يا ميس زيزي؟ زي التفاح، زي الفراوله، زي الموز. زي ايه تاني يا كيجي؟ مين اللي عارف تاني؟ زي العنب. مين اللي بيحب العنب؟ يلا حطيها. استني ماشي حلو. يلا شاطرة موز شاطرة. احسنتي الايس كريم. هي دي قديمة غير صحي. ايه دي؟ ماشي. ايه اللي معاكي دي؟ مصاصة. ماشي. ماشي. سأكل ديما يا كيش، سأكل ديما.